لعبنا اليوم مسرحية الجيل أفام لاختتام فعالية مواهب لعبت دور تاع كريم البلدة اللي ترتقبون بها قدام بوست بوليس، عطوني عجر باش نهرب من لابوليس اللي كان نقولوا في وقتها كان لازم باش الانسان يتخبى من لابوليس ويتخبى من العسكر ويتخبى من الاخر. ونشكر جيل افام اللي عطتنا الموهبه، اللي عطتنا لا شونس هذه باش نبينوا القدرات تاعنا ان شاء الله. ومازال ان شاء الله فعاليات واحده اخرى نكونوا حاضرين فيها ان شاء الله، وتحيا الجزائر.